السلام عليكم متابعيني في كل مكان، تحياتي لكم من داخل مملكة ابراهيم كوبرا على اليوتيوب. لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل ما هو جديد من داخل مملكة ابراهيم كوبرا. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتنشروا الفيديو على اوسع نطاق عشان تستفاد بالمعلومة وتخلي كل الناس تستفاد بالمعلومة. هدفي القناة بتاعتي اللي انت تفهم كل حاجة بتحصل في الطبيعة المصرية، واي معلومة عاوز تستفاد بيها تكتب لي في الكومنتات، واتمنى تشار الفيديو عشان الناس كلها تستفاد. احنا النهاردة بنأكل بيبي سمول الاصلة الشبكية، زي ما انتم شايفين كده ناسكة الفار اللي هو بتاعنا احنا اللي هو بيعيش في الاماكن الزراعية. اهو دي الاصلة الشبكية بيبي لسه عندنا وبتبتدي تاكل الفار، وانا حبيت اشارككم في اللحظة ديت وهي بتاكل الفار وازاي بتبلعه. طب وازاي الفار ده جسمه، شوف شايفين الفار التاني حجمه قد ايه والتاني حجمه قد ايه وهي حجمها قد ايه، طب هتبلعه ازاي يا جماعة؟ التعابين بصفة عامة جسمها الجلد بتاعها جلد مطاط، الفك بتاعها بي 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 بيوسع بطريقة يعني بقها لو هو زي ما انتم شايفين كده صغير قد كده بيبقى قد كده كمان مرة، وزي ما انتم شايفين كده بتعصر حتى البيبي من التعابين العاصرة بيبتدي يعصر في الفريسة بتاعته ويبتدي يبتلع فيها. اتمنى فيديو النهاردة تستفادوا بيه وتنشروه على اوسع نطاق عشان المعلومة توصل لكل الناس وجميع انحاء مصر وجميع انحاء العالم. عاوزين نبقى زي الدول برة بنستفاد بكل حاجة ونعرف الناس كل حاجة بتحصل في مصر، زي قناة ناشونال جيوغرافيك، زي القنوات الكبيرة بتاع برة. انا عملت القناة دي مخصوصة ليكم عشان تستفادوا والناس كلها تستفاد، واللي عنده معلومة برضو بيقولها لي وانا بصححها له او هي صح بقول له هي صح. واتمنى تنشروا الفيديو على اوسع نطاق وتستفادوا بالمعلومه. هنكمل الفيديو بس لما تبتدي تبتلع فيه هنفصل عشان الفيديو هيبقى طويل جدا جدا جدا، وهنكمل الفيديو تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الاصله الشبكيه متحفزه لاي حاجه تقرب ليها. بصوا زي ما انتم كده شايفين، بصوا زي ما انتم شايفين كده متحفزين، بصوا زي ما انتوا شايفين كده زي ما انتوا كده شايفين متحفزه لاي حاجه تتحرك قدامها تبتدي تعض فيها، واللي بتبلع بسم الله ما شاء الله. اهيت نقرب عليها اهوت، دي اللي متحفزه اهيت اهو، حاجات كده كيوت حاجات جميله. اتمنى ان الناس تدعمني، انا هبتدي ان انا انزل لكم فيديوهات معلومات عن الزواحف داخل مصر وخارج مصر. دي الاصله الشبكيه بتعيش في جنوب شرق اسيا، بتعيش في اسيا منتشره بطريقه غريبه، وبرده في منها مزارع في امريكا بتربيها وبتنتج منها. شايفين عينيها وجمالها، اجمل واحده فيهم في اللون هي ديت، شايفين عامله ازاي لما دول غامقين جدا 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 يعني. دي برضو فاتحه شويه، دي اللي غامقه. كل ما ياكلوا صدق لما يجوع هياكل. شايفين يا جماعه هي بتبتدي تبتلع اهوت الفار اهوت، شايفين الحلاوة؟ بشكر كل متابعيني داخل مصر وخارج مصر، اتمنى ان انتوا تنشروا الفيديو على اوسع نطاق عشان المعلومة توصل لكل الناس.
شايفين التانيين هموت. لسه هياكلوا دلوقتي بإذن الله. كده على الاثنين الفرد اللي كانت الماوس. لا ده واحد كمان صغير. ده كان واحد. طب هات واحد كده من الجنب عشان لا املاه. بس ما خلص بشويه لسه. ما خلاص يا هانا. يا عم دي هنوريكي دلوقتي واحنا بنبتدي ننتهي الفار التاني. بس ده ايه؟ انا اول ما لقيته قلت في مصلحه للشبكيه امس. لا بالعرض بالعرض. لسه بدري. كله لحمه. تعمل كده بس؟ لا منتهيش. طب الصوت؟ ايه انا كده عم بظبط انا الدنيا. فاكر استنى ما ينفعش انت بتعمله اصلا. يا عم خلاص يا عم انت خضيت وخبطت والدنيا خربت. اصبر خالص. هتسيبه. لا كاتب لا يلا شبكيات يا عم سقط شفت الدول هم المشكلة في دهم. الشبكات بالذات هند يا باشا.